عندما يكون العهد من قيمة صاحبه، ترى الوعد مجسداً على أرضه، وما كان مجرد حلم بات واقعاً يلامسه الشباب الجزائري. تحريك عجلة التنمية بكل مقوماتها كان يحتاج لقرارات رشيدة ورؤية واضحة، جسدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال اهتمامه الخاص بالمرافق الرياضية التي عانت الركود قبلا. ورغم جائحة كورونا التي ضربت أطناب العالم، إلا أن هذا لم يثني من عزيمة السلطات العليا في توفير كل الإمكانات المادية والبشرية. تاريخ 12 من سبتمبر عام 2021، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويصدر قرارا هاما بتحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى قطاع السكن والعمران والمدينة، ليكون التحدي كبيرا لتجهيز وإنهاء الأشغال وفق برنامج دقيق ومضبوط تزامنا والأحداث الرياضية الكبرى التي تحتضنها الجزائر. المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، هو ملاعب نيلسون مانديلا ببراقي، ومركب حسين أيت أحمد بتيزي وزو، وعلي عمار المدعو للابوينت بالدويرة. رهانات مستعجلة. البداية كانت بالمركب الأولمبي ميلود هدفي ليكون جاهزا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. إعادة بعث الأشغال بدأ سريعا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجند وزارة السكن والعمران والمدينة لكامل طاقاتها البشرية والمادية، مع متابعة ميدانية لكل الأمور التقنية. تذليل العقبات الإدارية والمالية سابق رهان أولي بدأت به وزارة السكن والعمران والمدينة، وتهيئة الأرضية والمناخ المناسبين لبدء العمل الفعلي، مع احترام تام للأجندة المسطرة لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط. حقل الأشغال كان أوسع، فتزامنا مع رفع وتيرة إنجاز مركب ميلود هدفي، كانت السواعد الجزائرية تواصل الأشغال بالملاعب الأخرى. بسواعد جزائرية، التصور أصبح حقيقة. 3 فرق بنظام المناوبة 24 ساعة على 24، 6 أشهر كانت كافية لتحقيق الحلم. مركب أولمبي بمقاييس ومعايير عالمية. من بين خصائص تقنية التي يستفيد منها هذا المركب هم تقنيات مثل تقنية الكاميرا، تقنية المراقبة، تقنية الإنارة، تقنية العشب الطبيعي التي يختص به الملعب، وعدة عوامل تقنية حديثة التي جعلته ميزة من ميزات الملاعب في الجزائر وفي إفريقيا وفي الوطن العربي. المركب الأولمبي المتربع على مساحة تفوق 65,000 متر مربع، يحتوي على مساحة غرف الشخصية الهامة والمقدرة ب 2410 متر مربع، 4 غرف لتغيير الملابس خاصة برياضة كرة القدم، غرفتي ملابس خاصة بألعاب القوى، وغرفة لتغيير الملابس الخاصة بالحكام، وغرفة رئاسية. 22 غرفة للشخصية الهامة. قاعة المحاضرات تسع ل280 مقعد. أرضية شرفية ومضمان لألعاب القوى من الدرجة الأولى. توفير إدارة متكاملة و203 مقاعد خاصة للصحافة. 9 محطات خاصة بمحولات الكهرباء،
4 مجموعات لتوليد الكهرباء، الغرفة التقنية بالإضافة إلى مراحيض وكشك للوجبات، قاعة العمل التلفزي الخاصة بالبث التلفزيوني، و3 وحدات للتبريد وللتكييف المركزي. في الجهة المقابلة تتربع القاعة المتعددة الرياضات على 1925 متر مربع مخصصة للملعب الرئيسي، و120 متر مربع لملعب التخييم. منطقة اللاعبين والحكام، ومنطقة للمتفرجين، ومناطق للشخصية المهمة، ووسائل الإعلام، غرفة تقنية، ومساحات إضافية تستجيب لدفتر الشروط. القاعة ستسمح بممارسة 14 تخصصا رياضيا. الصالة هذه تمتاز بكل التقنيات لآخر طراز اللي وصلت بها الصالات العالمية. تحتوي على 6000 مقعد، وعندنا ثاني 800 مقعد اللي نجمو نخرجو إلكتريكمون نزيدو بها الحجم الصالة. تقنية المكيفات، مكيفات في كل ناحية القاعة، دو زيكرون آخر طراز. نظن انا على حسابي وكلاعب قديم في نظن هذه القاعة هذه من احسن قاعات في افريقيا. جوهرة المركب الاولمبي لم تتوقف عند هذا الحد، فالالعاب والرياضات المائية اخذت حيزا هاما من هذا المشروع الحيوي. فقد تم تجهيز المركب المائي بطاقة استيعابية تفوق 2800 مقعد، منها 2000 مقعد داخلي و800 خارجي، و160 للرياضيين و45 مقعد للصحفيين. وتم استغلال 13500 متر مربع مساحة إجمالية للمركب المائي، 10400 متر مربع مساحة داخلية، و3100 متر مربع مساحة خارجية تسمح بإجراء تخصصي السباحة وكرة الماء. قاعة لمراقبة النشاطات وغرفة للاجتماعات. وحمل البرنامج مرافقة تقنية دقيقة تعنى بأربعة أروقة تقنية بطول 180 متر تحت المسبح، وغرفة للفلترة والترشيح بمساحة 180 متر مربع، وأربعة غرف تقنية. Le système de régénération dans le centre nautique, c'est un système assez moderne parce que فيه les bacs d'infiltration ou فيه les bacs tampons. Le système, c'est-à-dire premièrement l'eau il كون alimentée c'est de l'eau de ville, mais avec l'eau de ville il كون stagné فيه des bacs tampons où ils trouvent التصفية تاعهم dans des locaux techniques spéciaux. Après عاد يفوتوا le bac للمسبح من اجل الاستعمال. دونك هنا تكون فيها دون كلكو سورت ما تكونش كاينه ضياع للمياه، باسكو هذوك لي زول اللي يكونوا في لابيسين يعاودوا يوليوا لو باك طومبون، نعاودوا لهم لو تريتمون كلور انتي الغ فلوكولون، اي ابري نعاود نردوهم لو باسان. دونك في هذا هو لو سيستيم دو ريجينيراسيون يكون حديث، بالمعنى ما كانش ضياع للمياه. كل هذا الصرح الرياضي كلل أيضا بتجهيز ملعب خاص بألعاب القوى بسعة 4200 مقعد، مبني على مساحة قدرت ب 6326 متر مربع، به ملعب من طبقة رملية، مضمار لألعاب القوى من الدرجة الأولى، ومحطتين محولات بقوة 9000 كافية.
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدشن ملعب ميلود هدفي. الحلم يصبح حقيقة والجزائر تنجح في كسب رهان الجاهزية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يصعب التعبير لما إنسان يشوف واش رانا قادرين نديرو في ظرف وجيز الحمد لله، وهذه في حد ذاتها تحسب لكم وتحسب للإطارات الجزائريين. لا هو ونشكر اللي قاموا على الإنجاز في العريبي سي طارق والمجموعة كلها تاع وزارة السكن بيان سور، والسيد الوالي هو الوين شاف شانتي أوسي، وشكر وصول يعني العمال البسطاء اللي قبلوا باش يخدموا طول فويت، والنتيجة راها هنا ويفتخروا بها مثل ما يقولوا بالفرنساوي زافي بلاسي لا بار تري هو ماتنو فو با ديسوندر. وهران في القلب وحفل أسطوري يليق بسمعة الحدث الذي اكتشف فيه المشاركون عروس الحوض المتوسط. أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر. الرياض الكبير ميلود هدفي بوهران واستعمال أحدث التكنولوجيات من أجل تسييره وتشييده من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. في هذا التوقيت بالذات كانت هنالك الأشغال لا تزال متواصلة في كل من العاصمة وتيزي وزو، ملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وعلي عمارة المدعو لابوينت بالدويرة، وأيضا ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو. المشاريع الحيوية والاستراتيجية المتعلقة بالرياضة والشباب وخاصة كرة القدم لم تتوقف، تزامنا مع ماضي كبير فقد تم تجهيز ملعب براقي وفق المعايير المطلوبة. ملعب كرة القدم بسعة أكثر من 40,000 متفرج، أرضية للتدريبات وحاضرة للسيارات 9,506، به قاعة للمؤتمرات 950 شخصية، غرفة للصحافة 39 فردا، ومنطقة للتحرير وبهو للصحافة بمساحة 1200 متر مربع، وجناح إقامة بالإضافة ل 22 صالة للشخصيات المهمة. أما المساحات الخارجية فضمت قطبا لإنتاج الطاقة و15 هكتار مساحة خضراء ومهبط للمروحية. الأكيد أن هذه التحفة الرائعة ملعب نيلسون مانديلا ببراقي سوف تكون متربعة على أجمل التحف الفنية في إفريقيا وأيضا لدى الدول العربية. وبعد كسب رهانات كبيرة جدا مثل كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين وبطولة أقل من 17 سنة باقتداره بشهادة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا جياني ألفانتينو، لا تزال البناء والتشييد متواصل والرهانات متواصلة أيضا. وسوف ننتقل الآن إلى ملعب آخر ينتظر أن يكون واحد من أجمل الملاعب الإفريقية والعربية، فنذهب لنتعرف عليه. هنا بأعالي العاصمة وتحديدا في بلدية الدويرة بمحاذاة طريق السيار شرق غرب،
تترسم معالم تحفة معمارية فريدة بتصميمها الهندسي المتميز. ملعب علي عمار المدعو للابوينت أعيدت فيه الروح بقرار رئاسي أنعش حلما ظل حبيس الكوابيس لسنوات طويلة. 352 و600 متر مربع هي مساحة احتاجها هذا الصرح الرياضي لتشييد ملعب مغطى بطاقة استيعابية تقدر ب40,000 متفرج، بالإضافة لملعبي التدريبات ومرافق أخرى نتعرف عليها من خلال البطاقة الفنية. من الناحية التقنية الدراسات الأولية أجريت حسب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ليتم تكييفها مؤخرا بطلب من السيد وزير السكن والعمران والمدينة لتستجيب لنظام أمن وسلامة الملاعب المعمول به وطنيا. الملعب يتكون في طابقه الأرضي من 8 أكشاك متعددة الخدمات، 4 وحدات طبية و4 مراكز للأمن. في طابقه الأرضي الأول يتكون من 13 غرفة للشخصيات الهامة. الملعب يتكون من حظيرة كبيرة للسيارات المتفرجين بسعة 3200 سيارة، وحظيرة للحافلات بسعة 50 حافلة، وكذا حظيرة خاصة برجال الأمن والحماية المدنية وكذا الشخصيات الهامة. نسبة الأشغال التي لم تكن تتعدى 20% أخذت وزارة السكن والعمران زمام بعث الأشغال، إذ كان المشروع عبارة عن هيكل إسمنتي فقط يفتقر لأدنى المقاومات، ناهيك عن مختلف الملحقات التي لم تكن الأشغال قد انطلقت بها، وهذا راجع إلى التوقف الذي شهده المشروع والذي فاق 4 سنوات. بتثبيت 26 دعائم معدنية تم مباشرة مرحلة تغطية السقف وفق دراسة هندسية دقيقة. عمل المهندسون الجزائريون على متابعة عملية تركيب الهياكل والدعائم. هذه الدعائم تعمل على امتصاص الصدمات وهي مقاومة للكوارث الطبيعية كالزلازل، كما يعمل السقف على حماية الأنصار من كل الأخطار التي توقعها المهندسون وفق طبيعة المنطقة الفيزيولوجية والمناخية. كما تم تخصيص مركز التحكم والقيادة بجانب الواجهة الزجاجية المزينة بسنة تأسيس وشعار نادي مولودية الجزائر الذي وضعه رئيس الجمهورية تحت تصرف عميد الأندية الجزائرية. شاكر المجهودات اللي قامت بها وزارة السكن، وحقيقة أنقذت المشروع، لأن المشروع كان كاد يروح في خبر كان نظرا للاعوجاج نتاعو من الانطلاقة، بالإضافة إلى النقائص في الإنجاز، بالإضافة إلى استهلاك أموال طائلة بدون أن نصل إلى
درجة الإنجاز اللي تساوي المصاريف. على كل حال كانت فيه مساعدة كبيرة نتاع الخزينة، وأعتقد أن الجزائر بصفة عامة والفريق اللي يشرف على تسيير هذا الملعب ماهوش خسارة فيه، ماهوش خسارة في الشباب تاعنا، إن شاء الله يكون سبب من الأسباب اللي يخلي الجزائر اليوم قطب رياضي عالمي. إعطاء الصبغة الحديثة للملعب كان من صلب الاهتمام المهندسين، والذين جعلوا هذه التحفة تتمتع بأحدث التقنيات لجعل المرافق مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يحتوي الملعب أيضا على بناية ذات 4 طوابق بالهياكل المعدنية مغطاة بواجهة زجاجية بالكامل، حيث نجد في الطابق الأرضي الغرفة الرئاسية أو الجناح الرئاسي به القاعة الشرفية، ويحتوي أيضا هذا الطابق الأول على غرفة خاصة بالرسميين تطل أيضا على أرضية الملعب. كما يحتوي أو تحتوي هذه البناية أيضا على جهة مخصصة للصحفيين والتلفزة الجزائرية، بها استوديو وكذلك 3 غرف للمعلقين. كما نجد في البناية فندق اللاعبين ب 36 سرير، كما يحتوي الطابق الأخير من هذه البناية على غرفة التحكم التي تطل على أرضية الملعب وجميع أجزاء المدرجات. مدرجات الملعب غلبت عليها ألوان النادي العاصمي الأخضر والأحمر، كما أنها مزينة بعبارة مولودية الجزائر بلون أصفر يرمز إلى تتويجه بأول كأس إفريقية للأندية البطلة سنة 76-900. الملعب يحتوي على شاشتين عملاقتين حديثتين مثبتتين في السقف تسمحان بنقل أطوار المباريات بصفة آنية ومباشرة. أشغال الأرضية التي انطلقت شهر ديسمبر من عام 2022 لتكون النتيجة أرضية عالمية ذات جودة تضاهي تلك الموجودة على مستوى كبرى الملاعب الأوروبية. هو في الوهلة الأولى يبدو لك واحد من الملاعب الأوروبية أو حتى أمريكا اللاتينية، بالعكس هو ملعب متواجد في الجزائر وفي مدينة تيزي وزو. هو ملعب فريد من نوعه مجهز بأحدث التكنولوجيات الحديثة في الملاعب العالمية والأوروبية. سوف نتعرف على هذه الجوهرة الجزائرية. إنه ملعب شبيبة القبائل مثل ما هو معرف في المدرجات جياسكا. هذا هو عرين أسد الجرجرة ومعقل شبيبة القبائل، صرح يليق بصاحب الألقاب الوطنية والقارية. إلا ملعب بحجم وجمال ملعب حسين التحميد، التحفة الرياضية والصرح الكروي بأبعاد عالمية. الملعب الذي يتربع على مساحة تفوق 58 هكتارا وبارتفاع يتراوح ما بين 40 و172 مترا عن سطح البحر، يحتل موقعا استراتيجيا بمحاذاة الطريق الوطني رقم 12 وعلى مقربة من محطتي القطار والحافلات، ما يسهل تنقل الأنصار من وإلى المركب. المشروع الذي عرف توقفا في الأشغال لأكثر من سنتين، الأمر الذي دفع بالسلطات العليا في البلاد لاتخاذ قرارات صارمة باستدراك التأخر والانتهاء من المشروع في أقرب الأجال، وما إن تم تحويل المشروع حتى انطلقت آلة التشييد بتحييد الأولويات والاعتماد على نخبة من المهندسين الجزائريين وفق منهجية جديدة. بغالب يعني أقولها بأسف أنه كان مرتبط بماضي تشيير أليم. هكتارات وبسعة 50,000 مقعد يتكون من ملعب كرة القدم ومن طابق أرضي و4 طوابق علوية وطابقين سفليين. الطوابق السفلية خصصت لاحتضان أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا والمنجزة بتقنية حديثة بالفايبر هايبريد.
والتي تم صيانتها بأحدث التقنيات كالمعالجة الضوئية، التي تم اقتناء 8 أجهزة إضاءة، وكذا استخدام 8 مراوح عملاقة لتهيئة العشب بغية امتصاص الرطوبة، وهي تكنولوجيا معمول بها في كبرى الملاعب العالمية. L'entretien du gazon se fait quotidiennement avec un système d'arrosage automatique et un système d'aération composé de 8 ventilateurs qui marquent le chauffe-eau. واحدة من أهم التقنيات الموجودة في ملعب حسين آيت أحمد هي التيارات الهوائية من أجل أن يعيش أو تعيش أرضية الميدان، وهي ذات عشب طبيعي، لنجرب مدى قوة التيارات الهوائية. طبعا لملعب حسين آيت أحمد، مركز القيادة، قاعة المراقبة بالفيديو، وأشياء أخرى نتعرفوا عليها لأول مرة في هذا الملعب المليء بالتقنيات الحديثة والموجودة في ملاعب عالمية. تبعوني، روحوا نتعرفوا على غرفة القيادة لملعب حسين آيت. طيب السلام عليكم. طارق عرفني على نفسك اولا، لاني موجود الان في غرفه التحكم لملعب حسين ايت. بون ابراهيم طارق انجينير اون الكتريسيتي كورون فور كورون فاب. فوالا هنا وين نتحكموا كاع، هنا عندنا لي زيكرون دافيشاج اكستيريور هنا اللي نتحكم منه. هذو لي دو زيكرون جيون تاع ستات، عندي واحد هنا واحد اللي هكا. فيما يخص الشاشات العملاقة حتى اللي موجودة خارج الملعب. وي كاين كي هذا سبيسياليزي لي 5 زيكرون دافيشاج على الاكستيريور. 5 شاشات عملاقة. بور اون بيبليسيتي ولا هذا كيسكيل. هذو لي زيكرون جيون. اللي داخل الملعب. فوالا داخل الملعب. هذو تو سكي بانو بيبليسيتي اللي كاين تحت. اللوحات الإشهارية الموجودة في الملعب. فوالا. وهذا تو سكي سونوريزاسيون بروفيسيونيل ولا. Pour les bafards, en cas d'événement, en cas de gérer le son et tout ça. Donc, nous pouvons dire au Tariq que le malab est مجهز باحدث التقنيات الموجوده في الملاعب العالميه، خاصه انه الملعب مازال جديد. Bien sûr, bien sûr. عندنا tous les systèmes adaptables, surtout les normes FIFA et tout ça. Donc, عندنا ثاني pour l'éclairage. On peut commander par ici. Le PC, c'est un système Kynix. C'est un nouveau système. On peut contrôler tout ça. Voilà, c'est en rez-de-chaussée. C'est la zone présidentielle. On a l'éclairage pelouse. On a l'éclairage gradin. Et tout ce qui est éclairage façade. الواجهة on peut changer les couleurs, on peut changer. وعندي هنا une baie de brassage. هنا تاني عندي la box هذه تاع tout ce qui est broadcast. Toutes les chaînes mondiales sont adaptables هنايا. عندي tout ce qui est triax. sont adaptables. كاع في la box هذه il peut brancher à partir de diffusion. Voilà. هنا كل أجهزة عندي بتيت سونترال ديتكسيون هنايا. هنا تو سكي ديتكسيون انسوندي. نطق نقرا منها مي جو بو با اكسيوني من عندها. عندي دو لوكو سبيسياليزي مع الحماية تو سا من ثم سبيسياليزي. وهذا الزر الانذار فوالا الطوارئ تو سا ديكلونش. دونك اعطيني تجربة صوتية، لأنه رانا نشوفوا باللي حواليك 38 مكبر صوت، يعني تقنية حديثة جدا تستعمل في الملاعب. راح نشوفوا تجربة صوتية مع بعض الآن، لأنه خاصة تصميم الملعب يخلي الصوت محيطي في الحناية عملي ديريكسيونال يكون محيطي. نشوفوا تجربة صوتية مع بعض، نفتحوا فقط النافذة باش الصوت نتسمع عليه مع بعض. أعطينا تجربة، يلا راح نستمع إلى الصوت مع بعض. Donc on peut actionner là, là. Ah.
بالإضافة إلى تجهيز غرفة خاصة بتقنية الفار بمجموعة من الشاشات وأجهزة الاتصال قصد تسهيل عملية الحكام ووضعهم في أحسن الظروف. أما الطابق الثالث فهو عبارة عن طابق تقني ونقطة رئيسية لكل الشبكات الحيوية لا سيما أنظمة التبريد، التسخين، الكهرباء، تصفية الهواء وشبكة دخان الحرائق. أجهزة متطورة جدا من بومبا شالور لسيتيال سنترال تريتمون دير لمونتور ديكستراكسيون سيستم تاع ديزونفيماج ويعتبر متطور جدا من احدث تقنيات على مستوى التكييف. شحال كاين من الاجهزه هذه اللي تقدر تغطي كاع الملعب؟ هنا عندنا في الملعب هذه ستاد دونور 28 سيتيال 28 سنترال تريتمون دير وي بومبا شالور. لي بومبا شالور هذو كاين اللي يخدموا كوم دي جروب دو غلاسي يخدموا لك بالموط ايفر ولا ايتي، وكاين دي بومبا شالور اللي يخدموا يقدر يخدموا لك الفروا والشو او مونطو avec un ensemble des collecteurs, des pompes, des moteurs de désenfumage, l'extraction, la ventilation, tout ce qui est climatisation. الملعب مغطى بسقف مساحته 34 ألف متر مربع يعزلك عن العالم الخارجي ويسمح لك بعيش أجواء استثنائية داخل الميدان أو في المدرجات. سقف بانورامي فريد من نوعه يحتوي على 4 عوازل من الصواعق. هذا السقف وشساعته تمكن المشجعين من متابعة المقابلات في أريحية تامة، علما أن المدرجات تدريبات فهو مزود بالإضافة إلى غرس 5000 شجرة زادت من جمالية المنظر واندماج مرافق المشروع مع الطبيعة. من كان ليصدق كيف كان هذا الصرح الرياضي الكروي عبارة عن هيكل إسمنتي مهجور، والآن السواعد الجزائرية التي رفعت الرهان عبر وزارة السكن والمدينة والأمران ليتم تسليم هذه المنشأة العصرية المزودة بأحدث التكنولوجيات المعمول بها في الملاعب العالمية. نجحت الوزارة ووفى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بوعده الذي أطلقه للشعب الجزائري بأن تكون أو يتمتع الشباب الجزائري بالمرافق الرياضية اللازمة. مسيرة التشييد لا تزال متواصلة، وهذه المرة إلى الجنوب الكبير لبشار وورقلة التي سوف تزخر بمرافق رياضية في المستقبل.